عبد العزيز عبد الشافي يحطها حلوه جوه الجول. محمد عبد الباقي تاني والرافعه في النص وحلوه وفايته. عبد العزيز عبد الشافي برافو برافو برافو. الكره تخبط في رجل فرهاد بتبقى وحشه قوي. بوبو مصطفى رياض الشاذلي واقع مصطفى رياض في الارض وجول عبد العزيز بيحط جول 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 زيزو الجول الثاني ماشي علي بدماغه الحلوه الى الشاذلي والى سبع الزيزو سبع الزيزو وخدها ومشي ومشي هيحط الجول الثاني حط الجول الثاني حط الجول غصب عننا رحنا لحديث الذكريات والاهداف الجميله. اخر هدفين دول منتخب مصر والعراق نهائي بطوله الكره العربيه وكانوا بيسموها بطوله فلسطين. مظبوط 72 دي في العراق. في العراق الجمهور كان كثير كان ما شاء الله كان فيها كوره جميله كمان في الوقت ده وكان صعب جدا قوي جدا كان فاينل صعب جدا جدا بس احنا فرقتنا ما شاء الله كمان كانت فكرني بالنجوم اللي كانوا معاك كابتن كانت الفرقه كان حسن مختار والسياجي الله يرحمه والبوري ومحمد توفيق وميمي درويش الله يرحمه هو بوبو وبعدين نص الملعب كان مصطفى رياض وعلي ابو جريشه وكان ابو جريشه نص ملعب؟ لا علي كان نزل مطرح مصطفى مع الاحترام ليه الكامل نعم طبعا يعني مصطفى رياض اداني الهدف الاولاني وانا اديت الهدف الاولاني الهدف الاولاني الفريق المنتخب جابه الشاذلي هو اللي جابه انا اللي غيرتها له وبعدين مصطفى رياض لعب لي الهدف الثاني وعلى ابو جريشه كان نزل مطرح مصطفى رياض ولعب لي الهدف الثالث الاسماء الجميله دي كانت فرقه جامده قوي مصطفى رياض والشاذلي حسن مختار ده من الاجوان النادره قوي هي طبعا صعب ان كان الواحد يعني يعرف يجيبها الا من الظرف تستنيته يا كابتن هو يا كابتن بص الكره اتلعبت بالعرض انا لعبتها بالعرض خرجت بطبيعه الحال بره الملعب فبلف كان في قانون لو تفتكروا في الوقت ده ان الحارس يبص يمين وشمال فالحارس اطمن من ناحيتي فانا لازم يدحرج الكره بعد كده عشان يطلع على 18 فانا داخل الملعب فلقيته هيبتدي يعني اطمن من الناحيه اللي انا فيها فهيبص الناحيه الثانيه مفيش حد فاستنيت لغايه لما دحرج الكوره وكنت واخد وضع الستارت كان ساعتها بيسموك الخبيث ساعتها فهي جت كده الماكر هي ظرف يعني فبس من الاجوان الحلوه انت برضو مستنيه بشكل جيد كمان جون الزمالك كان جون صعب قوي يا كابتن زيزو كان جون صعب قوي جون الزمالك يعني جون الزمالك ده من الحاجات اللي هي ماشي ده 2-1 2-1 كان غانم سلطان جاب هدف الزمالك الشوط الاولاني والشوط الثاني مصطفى عبده اتعادل بالكره جمال عبد العظيم لعبها له وبعدين الكوره ديت اللي احمد عبد الباقي رفعها بص فاروق عالي قد ايه فاروق كان لعيب ذكي قوي كمان كان لعيب يعني مره فاروق ده كابتن حسن شحاته فعلا؟ نعم لا 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 ده كان فاروق واللي وراه الجوهري 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 الصغير طبعا الجوهري الصغير وده كابتن اشرف ابو النور صديقنا العزيز اقدر كان معانا مدرب في المنتخب كان معانا منتخب طيب ما انت فاكر وقال حاجه ظريفه واحنا قاعدين لما انت بتقول له كده زيزو يجيب فيه جول زي عجون ده فقال لك انا سبته بس عشان اشتغل معاه في المنتخب شخصيات الجميله لكنه كابتن برضو جيلك كان جيل عظيم كبير رائع بس بشعر انه ما خدتوش حظكم لا في البطولات ولا في الاعلام شكل من الفلوس دي كانت سمه الزمن صح كده يا كابتن مظبوط هو بص هو في حاجتين يتقالوا على الجيل بتاعنا مش النادي الاهلي بس على فكره لا الاهلي ولا الزمالك بس انما في كل انديه مصر حتى في بعض الفرق بتلعب في الدوري الدرجه الثانيه ساعتها ان المواهب كانت كتير قوي فالناحيه الجماليه كانت متوفره قوي كويس بس في المقابل المستوى العلمي بتاع التدريب كان أقل. مش زي دلوقتي كويس الاهتمام بالنسبه للطموحات اللي كانت موجوده النهارده غير زمان
ما كانتش موجوده. فالحته اللي كانت بتعبنا جدا جدا وهي اللي كانت نقطه الفصل ما بين ان منتخب مصر يوصل كاس عالم ولا الجزائر، منتخب مصر ولا تونس، منتخب مصر ولا المغرب، في كل السنوات اللي هي في الفتره بتاعتنا دي الناحيه التكتيكيه كانت الفرق كلها بتلعب بتكتيك عالي جدا. ليه؟ لان كانت قرب المغرب العربي، فتحين على اوروبا قوي بالظبط، من فرنسا بالذات كان بيبقى سهل مع وجود اللغه الفرنسيه، فكنت تلاقي في احتكاك. زائد ان كان احنا كان عندنا امكانيات ما هياش متوفره بالشكل، والفكر مش موجود قوي، فما كانش في احتكاك. احنا كنا رايحين نلاعب تونس على مباراه محتاجين نتعادل عشان نوصل كاس عالم. اللي حصل فيها ايه؟ كانت فضيحة. احنا بنلعب المباراة قبل ما نروح تونس بينا وبين بعض احمر واخضر. تونس بتلعب ثلاث ماتشات مع روسيا. ده 78 78 فعايز اقول، انما انا عايز اقول برضو ايه؟ والعبارة وجابر ديكوتي وزكي عثمان مع نيكو بالظبط، وعملوا كوكتيل كده طبعا بقص الدنيا. انما عايز اقول بقى بالنسبة لموضوع الحظ، اعتقد يعني العملية نسبية. عملية انا عن نفسي يعني، انا الناس كتير بتقول انت حظك وحش، انا بقول ان حظي الحمد لله انا راضي يعني. راضي باللي انا قدمته، قليل جدا بقى وفتره قصيره 11 سنه. انما يمكن انا لعبت بدري قوي، لعبت 16 سنه لغايه 27. لعبت منتخب مصر 5 سنين. تتعجب لو عرفت اخر ماتش دولي ليا وعمري 22 سنه. يعني لعبت من 17 ل 22. لسه في ناس لما بيروح 22 سنه يقول ده لعيب صغير على المنتخب. عمرو جلال بنقول لعيب صغير والصاعد وهو معدي 22 سنه. وبعدين كان في وسط فطاحل ابو كريشه والشاذلي ومصطفى الكابتن. الماتش بتاع الفاينل بتاع كاس العرب ده نازل انا ومصطفى رياض والشاذلي وعلى ابو كريشه في الاسانسير رايحين نتغدى. فبقول لهم شدوا حيلكم يعني ربنا يوفقنا نرجع بالكاس النهارده. فقالوا لي شد حيلك انت. انا كان عندي 19 سنه، كنت انا وفاروق اصغر 2، فاروق جعفر. فبقول لهم يعني انتوا عايزين تقنعوني ان انا هلعب وانتوا ثلاثه موجودين. وكان في لسه الطرفاوي وفي بتاع الاولمبي ده كان اساسي، كان وكان الوحيد اللي هو جناح شمال. الباقي كله ممكن يعني، ممكن انا العب ناحيه اليمين، كابتن مصطفى يلعب ناحيه اليمين، علي يلعب في النص. يعني فشوف حتى الروح كانت كويسه قوي الحمد لله. كابتن حضرتك علاقتك كانت كويسه بمستر ديكوتي ولا لا؟ كانت اكثر من رائعه. اكثر من رائعه؟ لا طبعا، يعني ما تسببش في اعتزالك. لا 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 لا، ده اتحايل عليا. ده كان بيبكي يوم ما قلت له. انا فاكر يوم كان هو كابتن حسن زعلانين جدا جدا معاهم، كابتن حسن حمد. طبعا، وكابتن فؤاد شعبان الله يرحمه كانوا زعلانين جدا. كابتن حسن كان بطل ولا كان لسه؟ كان مدير كوره. مدير كوره ساعتها. كابتن حسن بقى مدير كوره على حضرتك. كان مدير كوره ساعتها. وكانوا رافضين هو والكابتن فؤاد شعبان. لا كانوا رافضين وكانوا عايزيننا نكمل. كنت تعبت بقى يعني، جت عليا مرحله انا لعبت سنتين وانا يعني متحمل الالام. فكنت بلعب نص ساعه 45 دقيقه، دي اقصى حاجه. ومع ذلك كان كنت بجيب 14 جول في السنه. في الوقت ده وانا 14 جول ده رقم كبير جدا في يعني الدوري، كان 12 نادي بس كان عندنا كمان نجوم بتجيب جول كتير. فالمهم يعني جيت قلت لا انا ما اقدرش استمر. حسيت ان انا هخدع الناس. ان انا هستمر ومش هبقى، مش هو ده اللي انا عايز اعمله يعني. عندك انت دائما اولا الصدق مع نفسك، واضح مع نفسك. لا الحمد لله. الحمد لله. وده ربيت عليه ولادك كابتن زيزو. لا طبعا. الحمد لله. هل ده بتربي عليك جيل دلوقتي يعني؟ انت موجود دلوقتي مع قطاع الناشئين في النادي الاهلي، ماشي في السكه دي انه النتائج والبطولات كل ده جميل ومطلوب، لكنه عندك ما هو اهم داخل قطاع الناشئين دلوقتي يا كابتن زيزو؟ انت بتقولي عندي تجربه عايز اثبتها وعايز انجح ان شاء الله باذن الله. اولا عايز ارجع الجانب التربوي اللي احنا تربينا عليه في النادي الاهلي كناشئين. كويس. ارجعه بالمستوى العالي بتاعه. عايز ارجع الفروق الفرديه والجماعيه لفرق الناشئين في النادي الاهلي، وطبعا ده مش هيجي في يوم وليله. صحيح. فعايز بعض الترتيبات وعايز وقت وعايز تجهيزات وعايز عمليه استحداث لامور كثيره جدا بما فيهم حتى اللوائح. بالمفاهيم نفسها عايزه تتطور. لوائح لقطاع الناشئين. طبعا. كل حاجه. هل بتجد مسانده من اداره النادي؟ جدا. لسه اقول لك. لا جدا الحمد لله. بس. يعني مسانده موجوده من المهندس محمود والمجلس ومن الكابتن علاء. بيجوا يزوروك يا كابتن؟ بيتابعوك؟ احيانا. كويس. احيانا بيجوا. احيانا. والحمد لله يعني هم حاسين ان انا بحاول فعلا اعمل حاجه، فبتمنى ان شاء الله مع نهايه الموسم ده اكون الترتيبات كلها تكون. عايز توصل لايه في نهايه السنه؟ عايز اوصل ان انا اكون رتبت
القطاع من ناحيه المنشآت بتاعته. منشآت بمعنى؟ بمعنى ان الغرف بتاعت الملابس تبقى مناسبه للاعيبي النادي الاهلي، الملاعب تبقى مناسبه لفرق النادي الاهلي، الادوات والاجهزه، بمعنى ان انا يبقى عندي جيم خاص بالقطاع للعيبه، لان عمليه التنميه البدنيه النهارده محتاجه قياسات، فبقى في واحد متخصص للقياسات، فمحتاجه اجهزه، محتاجه العلاج الطبيعي يكون على مستوى عالي ويكون موجود في النادي نفسه، ودي كانت موجوده زمان. محتاج ان انا عمليه التنميه البدنيه نفسها يكون عندي الاجهزه والادوات بتاعتها. فكل دي، حتى عمليه الثقافه نفسها، كل الامور ديت بحاول ان انا ارتبها السنه دي، بحيث ان انا مع بدايه الموسم الجاي باذن الرحمن نكون بنبتدي حطت اسس شكل مختلف. هل زعلت لما كتبوا بعض الصحف ان ابو هشيمه استولى على قطاع الناشئين في النادي الاهلي؟ يا ريت يستولى عليه على طول. اشمعنى؟ لا، الراجل راجل اولا داعم جدا، وصديق عزيز جدا، وانسان محترم جدا، وبيعمل العمليه ديت، عمليه الدعم بتاعته دي هي النهارده اللي مخلياني موضوع المنشآت والانشاءات عن طريقه فعلا. طبعا حضرتك بتقول ده بوضوح. لا طبعا، مش عايز كلام، والراجل بموافقه مجلس اداره وبحبه. طبعا بعلم مجلس اداره، وهم صديق برضه المهندس محمود. فهو النهارده اللي هو بيعمله ده، احنا محتاجين اكتر من ابو هشيم فعلا بصراحه. يعني النهارده في امور كثيره جدا مع ظروف النادي السنين اللي فاتت ديت، ما كان المفروض انها تتعمل، ما اتعملتش. النهارده لما اجي في خلال سنه، يعني الراجل مرحب بطريقه غير عاديه بصراحه، ودي فرصه ان انا اشكره. يعني كويس بصراحة. يعني انت حضرتك مش زعلان من هذا الكلام، بالعكس انت بتقول يكون عندك خمسه سته ابو هشيمه، لازم تدي كل واحد حقه. يعني يا كابتن احمد، النهارده هي الانديه، النهارده الانديه الكبيره، النادي الاهلي مثلا طول عمره في نظام وفي ميزانيات وفي وفي وفي، لكن دور رجال الاعمال المحبين النادي والمخلصين مفيش طول عمره موجود في النادي مؤثر. بالظبط كده. يعني وبعدين ياسين منصور كان قايم دور مهم جدا، صفوان ثابت دور مهم جدا. وبعدين انا ما محسن التوب، مفيش مجامله مثلا لابنه. ابنه عندي عمر بيلعب عندي في مواليد 2000، لعيب كويس ولعيب اساسي. ما بجاملهوش. يعني المدرب بتاعه ساعات بيغيره ساعات بيلعبه، بس هو اساسي. ما فيش تداخل، والراجل مرحب بهذا، والحمد لله رب العالمين. يعني طيب، خلينا قبل ما اروح لفاصل اقول لكم البيان اللي جانا من المركز الاعلامي الامني، انه مساء اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر الجاري، واثناء اقامه مباراه كره السله بين النادي الاهلي ونادي الزمالك بالصالة المغطاة بالنادي الاهلي بالجزيرة، قامت مجموعة من الجماهير باقتحام بوابات النادي رغم محاولات ادارة النادي الاهلي توجيه النصح لهم، الا انهم لم يمتثلوا واحدثوا تلفيات داخل الصالة المغطاة بالمقاعد وبزواج النوافذ، مما اضطر الى تدخل قوات الشرطة والسيطرة على الموقف، وتم ضبط 17 منهم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية قبل الواقع. طبعا ال 17 دول هيروحوا النهارده، ودول محدش بيقدر يجي ناحيتهم. اروح لفاصل وارجع تاني اتكلم على الدوري الممتاز مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي زيزو. حافظ تشيلسي على صدارة الدوري الانجليزي الممتاز بفوز مقنع على مضيفه ستوك سيتي بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم امس في ختام مباريات الجولة 17 للمسابقة. جون تيري وضع البلوز في المقدمة بعد مرور دقيقتين، ثم ضاعف النجم الإسباني سيسك فابريغاس النتيجة قبل 12 دقيقة على ختام اللقاء، ليرفع رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو غلتهم إلى 42 نقطة في المركز الأول بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي حامل اللقب، الذي تغلب بدوره على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية دون رد في افتتاح مباريات هذه الجولة عصر السبت. أما مانشستر يونايتد صاحب السجل الأفضل في المسابقة فقد حافظ على المركز الثالث برصيد 32 نقطة رغم تعادله مع مضيفه أستون فيلا بهدف في كل شبكة. تقدم البلجيكي كريستيان بنتيكي لأصحاب الأرض في الدقيقة 18، وأدرك النجم الكولومبي رادميل فالكاو التعادل للشياطين الحمر بعد مرور 8 دقائق على انطلاقة الشوط الثاني. وفي قمة مباريات هذه الجولة تعادل ليفربول مع أرسنال بهدفين في كل شبكة على ملعب الأنفيلد مساء الأحد. تقدم الريدز عبر البرازيلي فيليب كوتينيو في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ثم عدل المدافع الفرنسي ماتيو دي بوتشي الكفة في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط قبل أن ينجح
نجاح مواطنها أوليفي جيرو من تسجيل هدف التقدم لعناصر المدرب أرسن فينجر في الدقيقة 64، ثم أنقذ المدافع السلوفاكي مارتن سكرتل أصحاب الأرض من الخسارة بتسجيله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع. في باقي النتائج، فاز ساوثامبتون على إيفرتون بثلاثة أهداف دون رد، وتوتنهام على بيرنلي بهدفين لهدف. في سباق الهدافين، حافظ النجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي على الصدارة برصيد 14 هدف، يليه بفارق هدفين المهاجم الإسباني دييغو كوستا نجم تشيلسي، ثم تشارل أوستون لاعب كوينز بارك رينجرز برصيد 11 هدف.